السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المحاضرة اللي معانا النهاردة بعنوان Modeling Absorption Emission with State Specific Solvation. في المحاضرة دي هنتعلم طريقة more accurate في حساب الابسوربشن والاميشن في السولفيشن with state specific، يعني هنعمل الابسوربشن او الاميشن لstate of interest في وجود السولفنت بطريقة دقيقة، يعني اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت بتدي لي نتائج approximate وقريبة ايضا experimental. في المحاضرة دي هنشوف طريقة هتديني more accurate value للexcitation or emission تكون اقرب للexperimental، وبتكون مفيدة في حالة لما يكون الstate of interest عندي الoscillator strength بتاعها بيكون قليل. فالسايكل اللي قدامي دي بتوضح لي الابسوربشن والاميشن. السايكل دي احنا هنعملها لمركب الكومارين 153، ده الفلورسنس بتاعته عالية، والمركب ده بيبقى عنده 2 conformers اللي هو الانتي والسن، فاحنا هنحسب الابسوربشن والاميشن في وجود solvent. السايكل دي نقدر نعملها في 7 steps. بالنسبة للابسوربشن فانا اول حاجة طبعا بنعملها بنحسب الجراوند جيومتري، ان انا بعمل optimization plus frequency في وجود solvent equilibrium solvation، وبعد كده باخد ال optimized structure واعمل له single point calculation باستخدام ال TD DFT اللي هو بحسب ال excitation عشان احسب اشوف ال states اللي عندي واشوف ال state of interest. الخطوة دي ايضا بتتم في وجود solvent. يبقى اول حاجة هنا بيبقى عندي 2 steps، optimization plus frequency بتبعها بستيب على طول لsingle point calculation ايضا في وجود solvent زي ما في ال optimized plus frequency، واشوف ال ايه ال states اللي طلع. بعد كده بعمل 2 steps مهمين، ان انا بحسب single point calculation لل state of interest اللي هي state specific في وجود solvent reaction field اللي كان موجود في الجراوند state. فانا هاخد الرياكشن فيلد بتاع السولفنت اللي موجود في الجراوند ستيت واعمل سنجل بوينت كالكوليشن الفيرست ستيت. طب ازاي اخد الرياكشن فيلد للسولفيشن في الجراوند ستيت، وازاي احسب بعد كده سنجل بوينت كالكوليشن للستيت اوف انترست؟ فانا عندي هنا الستيب الثالثه هتكون عباره عن ايه، ان انا اعمل سنجل بوينت كالكوليشن للجراوند ستيت باستخدام دي اف تي عادي، مش هستخدم تي دي، بس في الحالة دي بستخدم single point calculation على ال optimized، واحط keyword معينة ان هو يعمل لي write للreaction field بتاع solvation. بعد كده بعمل another job، دي بقى الستيب اللي هي الرابعة، ان انا بعمل single point calculation ايضا بس في الحالة دي تي دي، واقول له read reaction field بتاع ال ground state. يبقى هنا عندي two single point calculation steps. يبقى أول واحدة single point calculation لground state عادية، باخد reaction field اللي هو solvent وبعد كده بعمله save، واجي في الستيب اللي هي الرابعة أعمل بقى single point calculation للstate of interest وأقول له read reaction field اللي جاي من الground state. وفي الحالة دي بتديني energy، والenergy دي موجودة في الoutput file، يبقى مكتوبة كده after BCM correction اللي هي الايه solvation correction. فاخد الانرجي دي، يبقى دي الانرجي هتكون خاصه بالexcited state، وهطرحها من الجراوند ستيت انرجي موجوده في الاوبتمايزيشن اللي هي اول ستيب، والقيمه اللي تطلع هتبقى هي الابسوربشن. الانرجي اللي في الجراوند ستيت احنا بنروح الاوتبوت فايل بنعمل كنترول اف اللي هو فايند، هنشوف حاجه اسمها اس سي اف دان وهناخد الانرجي بتاعتها، يعني الستيب نمبر 4 ماينس الستيب نمبر 1 هيدينا الابسوربشن. ده بالنسبه للابسوربشن. طيب بعد كده علشان احسب فلورسنس الاميشن، طيب هنعمل هنا ريلاكسيشن اللي هي الستيب الخامسه اللي هي اوبتمايزيشن بلس فريكوينسي طبعا بالنسبه للستيت اوف انترست اللي هي 1. يبقى في وعلشان تقدر تشوف الفيديو ده كامل لازم تكون منتسب في القناه عندك ممبرشيب، فلو انت كنت منتسب في القناه والغيت الاشتراك ممكن تبعت لي ايميلك، يفضل الجيميل، وانا بعتك لينك تقدر من خلاله تحمل وتشاهد الفيديو ده. الفيديو ده موجود على القناة في كورس الكوانتم ميكانيك 3 اللي هو Modeling Excited State. ده سامري لـ 7 steps 1 2 3 4 jobs، لكن هنا في 2 steps اللي هي اول دي الفايلز، وزي ما قلنا ان هما بيكونوا 4 jobs لكن بـ 7 steps يعني خلاص. طيب شوف الاوتبوت فايل، لان من هنا نقدر نجيب الجراوند ستيت انرجي. احنا بس هنعمل كنترول اف ونكتب كده اس سي اف دان وهناخد قيمه الانرجي اللي هي القيمه دي، ممكن احطها في اكسل فايل،
كده الانرجي لجراوند ستيت اي ونخليها هنا جراوند ستيت مثلا جراوند ستيت ده الجراوند ستيت اللي هي زيرو. وبكده يبقى وصلنا لنهاية المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.